لكم جيت نهضر على لا فيديو اللي كنت لونسيتها ديجا هذه واحد صافي 4 جوغ ولا 5 جوغ كنت لونسيتها في المور ديالي بيان سور وكانوا خداوها علي خداتها لي ماروك نيوز ودارتها في اليوتيوب اللي دارت البوز فريمون دارت البوز وخدات راني في ثوازيام في طوندونس دونك انا كنت هضرت على الراقي ديال بركان وعلى البنت حسناء دونك باش نكونوا واقعيين زعما باش ما نكذبوش على راسنا البنت كانت غاديه عواله غاديه بسترينغ ما يمكنش تمشي بسترينغ باش دير رقيه راه امبوسيبل يعني بنادم ما غاديش يتصورها في عقله دونك باش تخرجي انت بالتصريح وتقولي بانه دار لي شي حاجه في الماء وكذا وهذه ما جاتش دونك كان عليك تستري راسك دونك صافي لافي ديالي اللي قلت راه ما كذبت فيها ما حتى شي حاجه وكاع الناس شاهدين وبزاف الناس اللي قالوا هاد الهضره اللي قلت انايا البنت مشات عواله باش تتمتع دونك حنايا ما عندناش دخل في داك الشيء وثانيا تشوهات السمعه ديالنا بعدا جهه شرقيه كامله تشوهات حيت بنت وحده دارت لونسا فيديو ديالها دونك انا جيت بعدا اولا كندافع على البنات الجهه الشرقيه عامه ولا درت شي ذنب تحملي العقوبة وتخباي دونك ما تخرجيش علينا وتخرجي العقاب اللي كتستحق السجن نورمالمون السجن حيت هذيك راه دعارة ماشي شي هذيك راه دعارة ماشي ما كاينش داكشي ما كاينش حيت باينه بانها مشات كتمتع وهذاك صاحبها وكلشي قال بانها صاحبها دونك صافي يعني بنادم ما غاديش يبقى يكذب على راسو يكذب على الشعب كامل وغايقول لهم بانني دار لي شي حاجه في الماء واستاذ جاب لي التصويره ديالي ودار لي هذه ما غاديش يكذب علينا حنا الحمد لله شعب فايق وعايق.